ومنين طلع هذا الشغل هلا؟ هيك خبروني هلا انه بدي اروح على المعمل اخذ البضاعه بس ما بعرف لوين. طيب وعزيمه الغداء؟ شو صار من اجلها؟ شو رح تخرب الدنيا؟ فزاعة على طبعك. يعني هي ثالث مرة امي بتعزمنا على الغداء ومنأجل. هلا اكيد بتاخذ على خاطرها منك. لا والمخلوقة طبخت لك طبختين ثلاثة خصوصي من شانك. هذا شغلي. شو بدي ساوي يعني؟ انت اشرحي لها شوي عن طبيعة شغلي، واكيد ما رح تزعل. وشو بدي اقول لها عن طبيعة شغلك يعني؟ ان شاء الله مفكر حالك وزير. اكل لك شوفير على سيارة شحن. هلا شوفير ولا وزير؟ مو كله شغل؟ طيب انت انو ساعة بدك تحمل النقلة من المعمل؟ يعني ساعة 10. ولوين مشوارك؟ هنيك ببين معي. طيب شو رأيك تحمل نقلتك وتيجي تتغدى عند امي وبعدين بتكفي مشوارك؟ وشلون بدي اجيب السيارة محملة بالبضاعة لعند امك؟ هلا محملة ولا فاضية شو بتفرق معه؟ ماشي الحال يا ستي، هلا بشوف شو بصير معي وبتصل التليفون لعند امك. وهي توقيعنا ها؟ شرف ساز دير بالك ابو عمر، النقلة كلها ازاز، يعني ضربة فرام مو بمحلها، لفة كوع فجائية، تنتيعها مو بوقتها، البضاعة كلها بتتكسر. ولا يهمك استاذ، لا توصي حريص. لا انا عم بحكي مشانك، لانه معلم طالع قرار جديد وطلب من كل الشوفيريه يوقعوا عليه ويتبلغوه. شو هالقرار؟ اول شيء رح يرفع اجرة الشوفيريه بالنقله الوحده للدبل. شو هالحكي؟ يعني بيطلع لنا على النقله 1000 ليره عوض 500؟ ايه نعم، بقى عيشوا بهالنعيم لإلكم، شو لسه بدكم اكثر من هيك؟ شو مناسبة رفع الاجور؟ اكيد من وراها شيء ثاني، لانه المعلم ما بيدفع هيك مبالغ الا اذا كان بنضر له على شيء ثاني. اسمع هلا البند الثاني من القرار. ما قلت لك اكيد الحبكه بالبند الثاني. من هلا ورايح صار التحميل على مسؤوليه الشوفير. كيف يعني؟ كيف يعني واضحه، ما بدها شرح، يعني كل شيء بتكسر حضرتكم مسؤولين عنه. يا حبيبي وبركي ما معنا ندفع منين نجي. سيدي بقسطوا لكم اياه هون لفتره طويله. سيد وقع لي على القرار. لا الشغله صارت بتخوف كثير يا استاذ. ليش بتخوف؟ ليش ما كنتوا تخافوا لما كان التكسير على حساب الشركة؟ ما قصدي هيك يا أستاذ، لحنا دبساتنا مرأة ما فينا نتحمل ضربة لا سمح الله، بينما الشركة بتتحمل خسارة مثل هاي بسيطة. بس لا تنسى كمان إن الأجرة دوبلة وكل المطلوب منكم هلأ شوية حرص زيادة، يعني الشغلة فيها عدل، أنا هيك شايف. صحيح، بس القصة صار بدها حرص كتير مو شوي. شفت شلون؟ شفت حكمته بعد نظر لمعلم؟ لمعلم ما بيطالع قرار عشوائي أو مو مدروس، وبهالطريقة أجبركن على اتخاذ أقصى حالات الحذر والحيطة. يا لطيف شو حكيم هالزلمة، يا لطيف. وقع وقع أبو عمار واتكل على الله بقى. الله يجيرنا. المهم أيمتى التحميل؟ هلأ فيك تحمل، مشوارك قريب على دير عطية. بدي أسألك أستاذ. تفضل. هلأ البضاعة قديش بدها تدير حقها؟ بسيطة، أبو 50,000 ورقة. هلأ إذا مكسرت البضاعة معي أنا كم شهر بدي لوفي حقها؟ سيدي ستين زمان، لك شو بدنا أوكل الله، ليش حاطط الفال الأسود بين عيونك؟ اتكلنا على الله. شريف. نعم السيارة الشحن اللي برا لكم؟ ايه إنا شبهها. في سيارة ضربتها وهربت. شو هالحكي؟ مثل ما بقول لك الله لا يعطيه العافية على العملة، ضروري كنت تدالع اليوم الغدا عند حماتي. لك يا أخي أنا صاحب السيارة، لا حول ولا قوة إلا بالله، شو هالمصيبة هي؟ أخي ادعي لربك إنه ما صار لك شيء، يعني لا سمح الله لو كنت ماشي بالطريق أبصر شو كان صار فيك هلا. الحمد لله لا يحمد على مكروه سواه. سيدي الحمد لله على السلامة، منيح اللي ما حدا تأذى، الله يلعن ابو المصاري. اخي انا بعرف مصلح فاتح بحوش بلاس بيرجع لك اياها جديدة وبيراعيك منيح، بس انت قول له بعتني هيثم. ما اختلفنا ما اختلفنا يا شباب، بس يا شباب حدا منكم اخذ رقم السيارة اللي ضربتني؟ لا والله ما حدا. بسيطة اخي بسيطة، هذا امتحان من رب العالمين. ما اختلفنا يا اخي، بس مين بده يدفع لي حق البضاعة؟ 50,000 ليرة يا شباب حق البضاعة، مين بده يدفع لي إياها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله على العلا. يا شباب الله يا شباب يا شباب يا شباب، إذا بتريدوا لا حدا يتحرك من محله، أنا حابب أحكي كلمتين. أنا بشكر غيركم على الزلمة ووقفتكم معه بهيك أزمة، هي هي أخلاقنا اللي تربينا عليها.
وهي قيمنا اللي توارثناها أبا عن جد. أهم شيء أخذناه عن أجدادنا هو إغاثة الملهوف ومساعدة المعتر وجبر الخواطر. ونحن لازم نقرن القول بالفعل. هذا زلمة تعرض لمصيبة من غامض علمه، وممكن كل واحد منا يتعرض لنفس المصيبة. شو منعمل؟ ها؟ فهموني، منتركه ملحوش على قارعة الطريق عم يندب حظه، ولا من مد ايدينا ومنساعده؟ هذا الحادث اختبار للناس، اختبار لضمائرهم لوجدانهم، مو اختبار للمعتر هذا أبدا. ربنا بده يشوف لمتنا على بعض، لهفتنا على بعض، ونحن لازم نلمله حق البضاعة. ونيالك يا فاعل الخير عند الله، نيالك يا فاعل الخير عند الله. وهي أنا رح أبدأ بنفسي وتبرع بألف ليرة، وانتوا يا شباب شوفوا شو بيطلع من خاطركم. يعود عليك بعشرة مسالة. نيالك يا فاعل الخير، نيالك، نيالك عند الله. هات شو طلع منك، هات هات يا عمي، هات ايدك عشرة مسالة. نيالك يا فاعل الخير. خود عمي خود، هذا اللي طلع من خاطر الشباب. كتر خيركم، كتر خيركم يا جماعة، الله يقدرني يرد لكم هالمعروف هاد. قديش طلع المصاري؟ حوالي 25,000 تقريبا. وبقديش البضاعة اللي تكسرت؟ 30,000، لأنه نفد منا شوي. أبو عمار؟ خذ هالإسوارة بيعها وحط حقها فوق المصاري. بس يا محمد ما بدها. بس أبو عمار، إذا هلأ ما بعت لك إسوارتي، إمتى بدي بيع لك إياها؟ فعلا، شعبنا طيب، بحب جبر الخواطر وإغاثة الملهوف. أنت أصيلة كتير يا معمر، مثل هداك الزلمة اللي الله بعت لي إياه مشان يلم لي هالمصاري. تفضل. أهلين يا أبو عمر، تفضل. حضرتكن ليش مستغرب؟ عفوا أستاذ، مو حضرتكن يلي؟ إيه نعم، أنا اللي ساعدتك يوم الحادث، كنت ماري بالصدفة وعرفت السيارة. شكرا سيدنا، عفوا أنا لساني عاجز عن الشكر. بسيطة أبو عمر بسيطة، الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا، تفضل شرف. عفوا سيدنا. شرف شرف، تفضل. شكرا شكرا. أهلا وسهلا. شكرا. تفضل عود. شكرا سيدنا. شرف. شو هاد سيدنا؟ قرار فصلك. فصلي أنا؟ إيه طبعا، لأنه لولا استهتارك ما كان صار اللي صار. السيارة كانت مصفوفة بالبلد بينما كان مشوارك عبد العطية، فشو اللي جاب لهالبلد؟ عفوا أستاذ، أنا في شغلة واحدة ما عم بفهمها، طالما بدك تفصلني ليش لميت لي المصاري؟ أنا لميت المصاري للشركة مو إلك، لأني بعرف إنك أندبوري ما معك ولا نقلة، وحق البضاعة رح يروح علي، ولما رح نوصلك رح طالعنا روحنا لترجع المصاري. فهمت هلا ليش؟ يلي فهمته شغلة واحدة بس ما كنت بعرفها بالأول. شو هي؟ فعلا شعبنا بحب جبر الخواطر وإغاثة الملهوف.